السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الرياضي، عشاق منتخبنا الوطني الجزائري، مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة. إذا قبل ما نبدأ أي شيء لابد أنني نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، إلاكم تشوفوا فينا بعد مائدة الإفطار. اليوم عندنا معلومات حصرية، معلومات مثيرة جدا، خلال 24 ساعة فقط تغيرت كامل المعطيات، رأسا على عقب لاعب غير معني بالتربص يتلقى يعني اتصال هاتفي من فلاديمير بيتكوفيتش، لاعب من المفروض أنه يكون في القائمة الإسمية النهائية. أنباء تقول أنه أطلب حتى الاعتزال، يعني كل هذا راح نتناولوه في هذا الفيديو بحول الله تعالى. إذا ما كنتوش مشتركين معنا يا ريت ضغط زر الاشتراك، تفعيل زر الجرس، هكذا باش يوصلك كل ما هو جديد بحول الله تعالى. نبدأ أول خبر مهم ومهم جدا على السريع، وهو قرار ديديشون الذي أعلن رسميا القائمة الإسمية الرسمية للمنتخب الفرنسي، ويرد على صراحة على ياسين عدلي لطلب يعني بطريقة أو بأخرى استدعاء للمنتخب الوطني الفرنسي. إذا ديديشون أعلن القائمة الإسمية الرسمية للمنتخب الفرنسي ويقول نعم لياسين عدلي، مرحبا بك في المنتخب الفرنسي. نقرا لكم يعني القائمة الإسمية ويعني نديروا تعقيب صغير جدا على هذه القائمة. إذا في حراسة المرمى ديديشون يستدعي أريولا، ماينو، سامبا، وفي الدفاع يستدعي كلوز، هيرنانديز، كاين ليون، كاين تيو هيرنانديز، كاين كوناتي، كوندي، بافار، صاليبا، أوبا ميكانو، اللاعبين تقريبا كلهم في ماشي تقريبا كلهم في المستوى العالي. أما في المنصب المعني بياسين عدلي اللي هو وسط ميدان دفاعي وحتى الهجومي، عندنا إدوارد كامافينغا، عندنا فوفانا، رابيو، تشواميني، وزاير إيميري، هذو هما اللاعبين تاع وسط الميدان. أما في الهجوم يستدعي ديابي، ديمبيلي، جيرو، غريزمان، كولوماني، ومبابي، وتورام. ولا مكان لياسين عدلي بين هؤلاء النجوم، حيث صرح ديشون قبل ما يعلن على هذه القائمة، صرح وقال أنه سيستدعي الأفضل والأفضل والذي يقدم والذي يكون أساسي، يعني عدة شروط وضحها ديشون من حقه لأنه عنده نجوم العالم، حتى لاعبي البطولة الفرنسية نجوم بالنسبة إلينا، لكن لم يستدعيهم ديشون لأنه عنده لاعبين أفضل في أوروبا وإنجلترا وإسبانيا وكل يعني بقاع الأرض. لذلك هنا ديشون يقول لياسين عدلي سأستدعيك إن شاء الله في الأحلام، حتى يعني أفرض نفسك قبل في ميلان وبعد سهل على كل، حتى إسماعيل بن ناصر ما قدرش تجلسوا على كرسي الاحتياط تحوس تروح المنتخب فرنسا، انت في المنتخب الجزائري وما عندك ما عندكش مكانه بتواجد حسام عوار واسماعيل بن ناصر وفارس الشيبي والقائمه طويله، تحوس تلعب في المنتخب الفرنسي ان شاء الله بربي. لكن تذكروا كلامي، بعد عامين راح يقول لكم اندمت واسف على التصريح. الان نجوزوا احبابنا خوتنا الى اخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري واش راه صاري في الفاف، حيث ان رياض محرز يعني اتصل بمقر الاتحاديه ليطلب رسميا يطلب مكالمه فلاديمير بيتكوفيتش، لكن كانت الاجابه كالتالي، هذا كانت بكري جوز لي الكوتش، الآن لا مكان للمحابات، وإنما طلبوا منه أنه يكون كاين موعد مع فلاديمير بيتكوفيتش، هو اللي راح يعني راح يتكلم معك يعني سواء عن طريق مترجم أو يتكلم معك يعني مباشرة بحكم أنه يعلم يعني يفهم الفرنسية. على كل حال رياض محرز حسب اخر الاخبار واش راهي تقول، تقول انه طلب من فلاديمير بيتكوفيتش اعلاء او اعفاء من هاتين المباريتين الوديتين صراحة. لكن قبل ما نبدأ نعطيكم الإجابات وكل شيء، خلينا قبل نفتح قوس صغير هنا. رياض محرز علاش طلب الإعفاء؟ لأنه على باله باللي هناك احتمالية كبيرة وكبيرة جدا أنه هذه هي آخر مباراتين ليلعبهم رياض محرز في المنتخب الفرنسي، لأنه أكيد أو سمع أنه هناك أنيس الحاج موسى ليلعب على الجهة اليمنى يعني مكان رياض محرز، وكاين أيضا رفيق قطعان سريع وسريع جدا ومهاري
يلعب ايضا على الجهه اليسرى، وايضا بشير بلومي او يلعب كاساسي وافضل من رياض محرز حاليا، ولاعبين كبار شبان. لذلك رياض محرز مع فلاديمير بيتكوفيتش ماشي كيما مع جمال بالماضي، لانه يعلم انه الافضل هو اللي راح يكون، وانا اتوقع انه رفيق قيطان هو اللي راح يكون يعني مستقبل المنتخب الجزائري. اما اذا اقحمه في وسط الميدان راح يخلي الحاج انيس الحاج موسى هو اللي يلعب على الجهه اليسرى، ولا مكان صراحه لرياض محرز. لذلك حبابنا خاوتنا رياض محرز طلب الإعفاء، لكن النتيجة النهائية حتى فلاديمير بيتكوفيتش ماذا أجاب؟ قال أنه الأبواب دائما مفتوحة للجزائريين، شريطة التألق واللعب في مستوى العالي، يعني برسالة مشفرة أخرى لرياض محرز، يعني التألق يعني بهذا المستوى مع الأهلي ما توقعش أنها تكون في المنتخب. لكن على العموم ما غلقش الأبواب على رياض محرز وقال له بالحرف الواحد يعني الأبواب مفتوحة لمن يريد، لمن يلعب في المستوى العالي ولمن يتألق. أما بخصوص غلق الأبواب لم يتكلم بيتكوفيتش على غلق الأبواب أمام رياض محرز، حتى أنه قال في هذه الدورة يريد أن يقف على إمكانية رياض محرز، ورياض محرز يعلم أن فلاديمير بيتكوفيتش ليس مثل الجمال بالماضي، يعني تلعب أو ما تلعبش تبقى أنت كابتن ديكيب. هذا فيما يخص قرار رياض محرز. نجوز إلى قضية أخرى نتاع ياسين أبراهيمي، أيضا معلومات مؤكدة تقول أنه فلاديمير بيتكوفيتش يعني اتصل بياسين أبراهيمي وأبهر بالإمكانات اللي يتمتع بها صراحة ياسين أبراهيمي، لأنه يريد المحافظة أو تقريبا يريد التشبيب المنتخب الجزائري، لكن ضرورة وضع بعض الكوادر التي بإمكانها قيادة المنتخب الوطني الجزائري. يعقل أنك تلعب ب 11 لاعب كلهم صغار في السن، يجب التأطير، وإبراهيمي أنا أراه خير خلف لخير سلف، لأنه رياض محرز ما نحسوش قائد فريق في المنتخب الجزائري صراحة، لأنه يلعب ما يلعبش، يقدم ولا ما يقدمش، يعني نشوفوه كأساسي، وهذا ما أثر على المنتخب الوطني الجزائري. لذلك أقول أنه معلومات تقول أنه بيتكوفيتش اتصل بياسين إبراهيمي قبل جس النبض، هل تريد أن تكون في القائمة النهائية وتلعب المنتخب الجزائري؟ ياسين إبراهيمي يعني أجاب يعني حسب المعلومات من المحيط الفاف يقولون فيه ياسين إبراهيمي يريد العودة للمنتخب الجزائري، ويعني يثأر مش حسابات شخصية، وإنما يبين الجماهير الجزائرية كيف يكون ياسين إبراهيمي وماذا سيقدم ياسين إبراهيمي، حيث أنه أخبر أنه يريد لعب مونديال 2026. لذلك بياسين إبراهيمي وإسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني يعني راح نشوفوا يعني كوادر في المستوى. وأيضا في نفس السياق فلاديمير بيتكوفيتش قال أنه أما اللاعبين متقدمين كثيرا في السن يعني لا يجب أن يكونوا في المنتخب الوطني الجزائري، ونديروا حلقة ونديروا حصة ونتكلموا، إذا ما خرجتش القائمة النهائية اليوم راح نديركم أيضا قائمة أخرى استنادا إلى آخر المعطيات وآخر المستجدات. إذن هذه هي آخر أخبار المنتخبنا الوطني الجزائري. أنا أظن أن فلاديمير بيتكوفيتش دخل في الشوك، دخل في الضغط، دخل في المباراة، بدأ يعني يميز من هو الخبيث من الطيب، وإن شاء الله عصابة جمال بالماضي تنتهي رسميا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.